رفض عربي وتركماني لمشاركة البيشمركة في تأمين محافظة كركوك، والقوات المشتركة تواصل عملياتها العسكرية في أطراف قضاء الحويجة. القانونية النيابية تؤكد حقها في تمرير الموازنة دون موافقة رئاسة الجمهورية في حال لم تجد أي خرق للدستور. تيار الإصلاح الوطني يصوت على نظامه الداخلي وبرنامجه السياسي ويدعو إلى مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة. ودخول قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية، والجيش السوري يعثر على أسلحة كيميائية في أحد أوكار الإرهابيين. أهلا بكم. من عراقنا المصغر كركوك الخير تفتح جبهة جديدة على المكون الكردي، حيث يفتح المكونان العربي والتركماني النار ويرفضون مشاركة البيشمركة في تأمين حماية المحافظة، وذلك لما بدر من هذه القوات من أعمال تخريب ودمار في الفترة السابقة شملت البلاد والعباد. فهل هذه موعظة لها تأثير يوازي موعظة الاستفتاء؟ فإياك أعني واسمعي يا جارة. ومن باب آخر فتحه مكون معين على نفسه، إذ أن عند المواقف تعرف الرجال، في حين يكون ما يخص العراق بتوقيع أحد الأقلام نرجو ألا يتضح أن صاحب هذا القلم منحاز لطائفة دون العراق. فهل هو زعيم لطائفة أم رئيس للعراق؟ علامة استفهام كبيرة مضخمة بعلامات تعجب أكبر. لكن البرلمان عرف أن على قدر أهل العزم تأتي التوقيع، وبهذا القدر ستسير قافلة الموازنة، ولا يهمها من حاز النار لخبزته وعاش العراق حرا أبيا. ومن ملف الانتخابات الساخن، يضع تيار الإصلاح الوطني النقاط على حروف مشاركته من خلال مؤتمر مركزي ليرفع علم الصلاح والإصلاح مبدأ ومنهاجا يسلكه ليحث جماهيره على دخول الانتخابات بثورة بنفسجية جديدة غايتها إعمار وبناء العراق. وفي الشام تشرق الشمس من جديد لتظهر زيف الادعاءات الموجهة للحكومة السورية، حيث تم العثور في أحد أوكار الإرهابيين على أسلحة كيميائية. فهل هناك أوضح من ذلك دليلا؟ تلك أجندات نشرتنا، متمنين لكم فيها متابعة شيقة. رفض المكونان العربي والتركماني في محافظة كركوك مشاركة البيشمركة بغرفة العمليات المشتركة مع القوات الاتحادية لمسك الملف الأمني في المحافظة بسبب الانتهاكات السابقة لتلك القوات. أبدى المكونان العربي والتركماني تخوفهما من تشكيل قيادة عمليات مشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة لمسك الملف الأمني لمحافظة كركوك، عازين السبب إلى استخدام الأخير أبشع الجرائم والوسائل القمعية ضد المدنيين، منها تدمير المئات من القرى العربية واعتقال الآلاف دون معرفة مصيرهم. ليس هناك أي حاجة من عودة قوات الإقليم كردستان إلى كركوك، لأن لدينا تجارب مأساوية في هذا الوضع. هذه القوات ليست مهنية وإنما قوات حزبية تعمل على ترهيب مكونات الأخرى عملت سابقا، ونحن لا نعارض مجيء البيشمركة وقوات الأصايش في كركوك. ممثلو المكون العربي أشاروا في حال مشاركة تلك القوات في قيادة العمليات المشتركة في كركوك يجب أن تكون تحت أمرة وإشراف الحكومة الاتحادية وقواتها المتمثلة بجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية. لابد أن تكون الحكومة المركزية هي الراعي الأول لهذه العملية، ولابد من إرسال رسالة منال لجميع مكونات كركوك بإشراك الجميع لمن شارك في حفظ أمن كركوك واستتباب الأمن فيها. فهذه المشاركة نعتبرها رسالة إيجابية لبقية المكونات، لكن بالتزامات معينة تلتزم بها جميع الأطراف مع الحكومة المركزية الراعية لتلك العملية. مراقبون للشأن السياسي أكدوا عدم الحاجة إلى وجود تلك القوات، وأن القوات الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب تكفي لمسك الأرض في المحافظة بعد فرضها سلطة القانون
في المناطق المتنازع عليها. إن وجود قوات اتحادية كمكافحة الإرهاب والتدخل السريع والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية هو شيء كافي لضبط زمام الأمور، لأنها قوات منضبطة وتلتزم بتعليمات الحكومة الاتحادية. فوجود أي قوات أخرى خارج هذا الإطار يسبب إرباك أمني للمحافظة. رفض شعبي بعودة قوات البيشمركة عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة في كركوك، والتي بدأت تزيد من مخاوف العرب والتركمان من ربط مصير كركوك بصفقة سياسية قد تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عملية فرض القانون. من كركوك، عمر البدري، قناة بلاد الفضائية. لليوم 11 تواصل القوات المشتركة عملياتها العسكرية في أطراف قضاء الحويجة والقرى المحاذية لمحافظة كركوك بهدف فرض السيطرة والأمن وتعقب خلايا داعش في تلك المناطق. إلى العمق أكثر تتوغل قطعات الحشد والقوات الأمنية، حيث أواخر المخابئ التي تتوارى بها عصابات داعش عن أنظار الجهات الأمنية في أطراف الحويجة والقرى المحاذية لكركوك. يمني هؤلاء المختبئون النفس بعدم وقوعهم تحت سلطة القانون لينالوا جزاء ما اقترفوه من جرائم. فرص الاختباء تقلصت وأزيلت وانكشفت أجسادهم، فحولهم المهاجمون لكتل لحمية توسدت الأرض بعد اشتباك مسلح لم يدم طويلا. قضاء الحويجة ونواحيها والمناطق المحيطة بها، طبيعة الأرض بها طبيعة غير سهلة، طبيعة وعرة، فيها كثير من الوديان، كثير من المبازل، منطقة زراعية فيها كثير من المخابئ للعدو، من الأنفاق، من المضافات الموجودة. في التحرير في بادي الأمر لم يتم تطهير الحويجة بتطهير كامل. العملية مركزة وإحنا طلعنا على هذه المنطقة، هذه المنطقة صادفت، هم إحنا ما كنا نعلم بها، بس جتنا المعلومات الاستخباراتية قالوا اكو داعش هنا ضربوا الشرطة، واحنا طلعنا الوعي الاكبر وحققنا الهدف ان شاء الله. القرى التي تشهد العمل الامني كانت قد حررت بالامس القريب، لكن سحب بعض القطعات وتكليفها بقواطع اخرى مكن عصابات داعش من اعادة الانتشار من جديد وتنفيذ عمليات ارهابية كان ضحيتها بعض افراد القوات الامنية ومدنيين تم قتلهم على الطريق الرابط بين ديالا وكركوك. العمليات الأمنية القائمة تعتمد على معلومات استخبارية تمتلكها القطعات المهاجمة. توجهنا إلى بعض الأهداف المرسومة الحمد لله والشكر حاليا في منطقة المتواجد بها العدو، قتلنا ما يقرب 4 بالإضافة إلى 2 نفس الحزام ناسف، والعمل إن شاء الله بالتطهير وفرض الأمن المستمر في قضاء الحويجة والقرى التابعة إن شاء الله تعالى ضمن عملية استباقية ونوعية. مساحات شاسعة خضراء بعض منها تشكل خطوطا حدودية للبلاد، يغتنم الإرهابيون فراغا هنا وانشغالا هناك حتى يبدأوا العودة من جديد. وهنا تتصاعد الحاجة الماسة للحفاظ على قطعات الحشد وتطوير قدراتها القتالية، لتكون هذه القوات ومعها الصنوف الأخرى على أتم الاستعداد لمواجهة أي خرق أو توغل إرهابي تتعرض له البلاد. صباح حكيم، قناة بلادي. مشاهدينا الكرام، ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا نائب رئيس الحركة القومية التركمانية الأستاذ عباس البياتي. أهلا بك يا سيدي. أهلا وسهلا. يا سيدي الكريم، يعني ما هي أسباب رفض المكونين العربي والتركماني مشاركة قوات البيشمركة في تأمين محافظة كركوك؟ تفضل. نعم، بداية السلام عليكم وأرحب بكم وقناتكم الكريم وجمهوركم الكرام. الحقيقة أن قوات البيشمركة استلمت الملف الأمني في كركوك منذ 14 عاما. نعم. قوات البيشمركة وقوات الأسايش، هذه القوات هي قوات تابعة لأحزاب كردية وليست قوات مهنية وليست تابعة لوزارة الداخلية. لهذا السبب هذه القوات منذ 14 عاما استولت على الجهة الأمنية في كركوك وعاتت الفساد في كركوك واعتدت على الكثير وهدمت قرى واعتقلت أناس أبرياء. ما زال هناك أناس أبرياء مفقودين بسبب اعتقال هؤلاء هذه القوة لهؤلاء. فما أعتقد أنه رجوع عودة هذه القوة أو وجودها في كركوك مرحب به من جميع مكونات كركوك بما فيها بعض الأكراد، بما فيها بعض الأخوة الكرد يرفضون عودة هذه القوة وتواجدهم في غرفة العمليات، لأن هذه القوة قوة عنصرية، قوة شوفينية، ليس قوة مهنية تعمل على اعتقال مكون مع مكون معين بعينه ويحمي مكون آخر
مكون آخر. فمنذ 14 عاما الجرائم التي كلها التي حدثت كلها قيدت ضد مجهول. الجرائم التي حدثت ضد التركمان وضد العرب كلها قيدت ضد مجهول عندما كانت الملف الأمني بأيدي هؤلاء، لأنهم كانوا يتلاعبون في سير التحقيق ويتلاعبون في سير عمليات الأمنية وفي نقل المعلومات الأمنية والاستخباراتية. لهذا سبب هذه القوات غير مرحب بها في كركوك. نعم يا سيدي. طيب يعني ماذا بخصوص العمليات الجارية لملاحقة الخلايا النائمة لداعش في أطراف المحافظة؟ إلى أين وصلت وما هي حصيلة هذه العمليات حتى اللحظة؟ بالنسبة للعمليات، طبعا قيادة العمليات المتمثلة بزيادة مكافحة الإرهاب وبقيادة الشرطة الاتحادية وبقوات الحشد الشعبي المقدس بدأت عملياتها بتطهير المناطق المحيطة بكركوك في الحويجة والرياض والعباسي والزاب. هذه المناطق ما زالت بها جيوب نائمة وخلايا نائمة للدواعش، ما زالت موجودة فيها. حسب معلوماتنا بأن هذه الخلايا خاصة أثناء الليل تسرح وتمرح في هذه القرى براحتها دون واعز. لهذا السبب هذه القوات الأمنية بدأت تطهير هذه المناطق وتنشيطها بشكل جيد، وإن شاء الله الأيام القليلة القادمة ستشهد نهاية حتمية لهذه القوات، خاصة وإن هذه القوات لها بعض الأرضية في هذه المنطقة في هذه دواعش الإرهابيين لها أرضية في هذه المناطق، وهم خلال الفترة الماضية حفروا أنفاق واستطاعوا من خلالها أن يختبئوا في هذه الأنفاق كالجرذان وكالفئران، ولكن إن شاء الله القوات الأمنية ستكون لها بالمصاب. نعم. نائب رئيس الحركة القومية التركمانية الأستاذ عباس البياتي، شكرا جزيلا لك. يواصل الحشد الشعبي تأمين الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى على الشريط الحدودي مع سوريا لمنع تسلل داعش والمهربين. والمقاتلون أكدوا توفير الحماية لأهالي تلك المناطق في إطار الخطط التي وضعتها القيادة الأمنية لفرض الاستقرار والأمن بعد دحر إرهابي داعش. المكانات اللي او النقاط الموجوده عندنا بين الحدود العراقيه والسوريه، فواجبنا هو انه توفير الحمايه وعدم التسلل من الخارجين على القانون ومن المهربين. والله واجبنا هذا من المرجعيه، واجبنا ماكو حر وبرد، واي واجب لازم نقوم به. هذا الحر ما يخليك شويه تتعب؟ ما يخليك؟ لا ما عندنا تعب، لان هذا بلدنا، مو يعني من غير دوله جايين، لازم نحمي البلد. الى انا ما احمي وغيري ما يحمي مني. دعا رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغنم الوحدات العسكريه الى تزويده باسماء المنتسبين المفصولين والمفسوخه عقودهم لغرض اعادتهم الى الخدمه. وتاتي هذه الدعوه تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه حيدر العبادي بصدد إعادة المرتب الهاربين والمفسوخة عقودهم من الخدمة في الجيش. بجهود وطنية واستثنائية افتتح رئيس الوزراء الجسر القديم في الموصل. هذه الخطوة جاءت ضمن الجهود الحكومية لإعادة إعمار المحافظة. شهدت مدينة الموصل فرحة كبيرة تضاهي فرحة الحرية من داعش، وذلك بعد أن افتتح رئيس الوزراء العراقي جسر نينوى الأول، أو كما يسميه الموصليون الجسر العتيق، بعد أن أكملت كوادر وزارة الإعمار والإسكان إعادة إعماره ليظهر هذا الجسر بأبهى صوره. هذا الجهد العراقي الوطني الذي أبدع في إعمار هذا الجسر الذي دمره الدواعش الذين أرادوا تدمير كل شيء في العراق، وهذه هي السواعد الوطنية العراقية التي بنت هذا الجسر خلال فترة قياسية، وها هنا افتتحنا اليوم الحمد لله هذا الجسر، وأبشر أهالي نينوى بأن الإعمار والاستقرار قائم على قدم وساق. يعود تاريخ هذا الجسر إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وهو أول جسر شيد في الموصل، ويعتبره الموصليون رمزا من رموز حضارتهم وجزءا من تاريخ المدينة،
وما إن تمر على أحد من أبناء المدينة وتسأله عن تاريخ هذا الجسر إلا وتحدث لك عن ذكرياته معه، سواء كان من أهل الأمس أو من أبناء اليوم. هذا تراث تاريخ أهل الموصل، يعني كل من يشوف الجسر يتذكر آباءه وأجداده، مكان تعبر عليه، مكان تروح تجي الناس عليه أيام زمان، وبالماضي وبالحاضر أيضا. بالحاضر يعني أولادنا أيضا احنا علمناهم على هذا الشيء، أنه هذا الجسر رمز الموصل. إن تنفيذ هذا المشروع الكبير بكوادر عراقية من مهندسين وفنيين وعاملين أثبت أن العراق يمتلك كفاءات يمكنها تنفيذ أكبر المشاريع من دون الحاجة إلى الخبرات الأجنبية. قامت شركة السعد العامة بإعمار جسر الموصل الأول، وزارة الإعمار والإسكان. كلفة المشروع 2,980,000,000. الكلفة لم تستنفذ بالكامل، تم توفير جزء من الكلفة لإعماء وتخصيصها لإعمار الجسر الحجري على نهر الخوصر ليكون العمل كامل ومفيد لأهل محافظة نينوى. اكتمل هذا الجسر، وخلال الأيام القادمة ستبدأ كوادر شركة السعد بإعادة إعمار الجسر الثاني، ليكون هذا العام عام إعادة الإعمار في الموصل. تحتفل مدينة الموصل اليوم بعيد من نوع آخر، وذلك بعد أن عاد جزء من حضارتها وتاريخها إليها. أما هذا الإنجاز الكبير فيحسب لكوادر عراقية وسواعد عراقية. لقناة بلادي الفضائية من الموصل، محمود الجماس. أكدت النائبة عن التحالف الوطني علي نصيف أن مشروع قانون بيع وإيجار العشوائيات إلى شاغليها لا يشمل المتجاوزين على عقارة الدولة. نصيف قالت إن مشروع القانون يخص شريحة الفقراء فقط، مشيرة إلى أن القانون لا يشمل كل من يمتلك دار سكن أخرى أو لديه مأرب للسيطرة على تلك الأراضي لتحقيق مكاسب خاصة. أعلن النائب عن التحالف الوطني عبد العزيز الظالمي عن إحالة قانون الموازنة إلى اللجنة القانونية النيابية للنظر بالمخالفات الدستورية. الظالمي قال إن اللجنة ستنظر بالمخالفات الدستورية التي زعم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وجودها بالموازنة، بينا أن اللجنة القانونية في حال لم تجد أي خرق للدستور في الموازنة فأنها ستمررها سواء بموافقة معصوم أو عدمها. وكذا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن مشروع الموازنة أصبح قانونا ملزما بعد التصويت عليه من قبل البرلمان. الجبوري وفي تصريح صحفي بيّن أن صيغة رفض الموازنة غير موجودة في الدستور العراقي، وأن بالإمكان تثبيت أي ملاحظات على أصل القانون والطعن بها في المحكمة الاتحادية، مشددا على أن الموازنة ماضية بطرقها وستأخذ سياقتها الطبيعية بالنشر والمدد الزمنية التي وضعها الدستور. صوت تيار الإصلاح الوطني على نظامه الداخلي والبرنامج السياسي خلال مؤتمر مركزي. التصويت تم بحضور عدد من قيادات التيار من أجل تحقيق الإصلاح ودعم العملية السياسية. العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، معظم شعبه من العرب والمسلمين، تحترم فيه الأديان والقوميات وتصان فيه الحرمات، والفكر الإسلامي يؤمن بالحرية للآخرين ويحث على التعاون لخير الإنسان وتحقق سعادته وصيانة حقوقه. بإجماع كامل وشفافية عالية وديمقراطية مطلقة يصوت تيار الإصلاح على النظام الداخلي والبرنامج السياسي خلال مؤتمر مركزي ليصدر أفكارا ومبادئا ومشاريعا وطنية تسهم في بناء الفرد والمجتمع. تم بعون الله اليوم عقد مؤتمر تأسيسي لتيار الإصلاح الوطني المصادقة على النظام الداخلي والبرنامج السياسي، وهي فقرة مهمة وأساسية وقانونية بحضور ممثلي ومنظمات والأحزاب السياسية لغرض المصادقة الرسمية والواقعية في الميدان بحضور قيادات تيار الإصلاح الوطني وكادر تيار الإصلاح الوطني وأعضاء المجلس القيادي. هذا دليل على وجود الأكاديمية في العمل الحزبي ووجود التكنوقراط كذلك في العمل الحزبي الذي يسير الحزب حسب منهج مقبول وحسب منهج يعتقد به جميع أعضاء هذا الحزب
من باب الديمقراطية الحقيقية. برنامج سياسي إصلاحي تميز بدعمه للمرأة التي أراد لها لا تكون صدى للأصوات الأخرى، بل صوتا وإرادة متميزة وأنموذجا رائعا للمرأة العراقية المجتهدة والمثقفة والفاعلة والمؤثرة في المجتمع في طريق بناء الدولة العراقية. تيار الإصلاح الوطني بصراحة وأقولها عبر قناتكم الموقرة كان دائما للمرأة، وكان يعني دائما يدعم هذه البرامج ودائما يدعم النساء من خلال تحقيق أهدافهم المرجوة. نؤمن أيضا أن مثل هذا التنظيم سيسهم في بناء الفرد العراقي، سيسهم في بناء شخصية سياسية، وبالتالي على الأقل نحقق تلك الهوية التي رفعناها في شعار كبير اسمه الإصلاح. واليوم يشترك تيار الإصلاح بكل قوة من أجل تحقيق الإصلاح والتغيير الإيجابي ودعم العملية السياسية والإرادة الجماهيرية عبر بوابة الديمقراطية والمصلحة الوطنية العليا لرفعة العراق وأهله وحمايته من آفات الفساد والتخريب والجهل. لبلاد الفضائية علي رمضان، بغداد. إلى ذلك هنا مسؤولون في تيار الإصلاح الوطني بمناسبة المصادقة على النظام الداخلي والبرنامج السياسي أكدوا في تصريحات لبلادي أن فقرات البرنامج ستكون داعما قويا لبناء مؤسسات الدولة على أساس الإصلاح والمواطنة. عموما وكوادر أعضاء تيار الإصلاح الوطني خصوصا المؤتمر التأسيسي التنسيقي للمصادقة على النظام الداخلي والنظام السياسي لتيار الإصلاح الوطني، حيث سيكون جميع ما وردت من فقرات في النظام الداخلي البرنامج السياسي والنظام الداخلي ستكون داعم قوي لمطالب الجماهير ومطالب الشعب العراقي بخصوص الإصلاحات. جزء مهم من الفقرات هي إصلاحات شاملة وبناء مؤسسات صحيحة قائمة على المواطنة وحقوق المواطن وبناء المؤسسات الدولة الصحيحة. نبارك إلى جماهير تيار الإصلاح الوطني بمناسبة إقرار نظامه الداخلي التي كانت كثير من الفقرات هي تخدم الشعب العراقي وتخدم المرأة بصورة خاصة وتخدم جميع شرائح الشعب العراقي، فألف مبروك إقرار القانون. نبارك رئيس وأعضاء تيار الإصلاح الوطني بمناسبة انعقاد المؤتمر التأسيسي لتيار الإصلاح الوطني وإقرار النظام الداخلي والبرنامج السياسي لتيار الإصلاح الوطني، وبهذه المناسبة نقدم كل التهاني إلى أعضاء تيار الإصلاح الوطني. تهنئة خاصة إلى المكتب تيار الإصلاح الوطني لانعقاد المؤتمر التأسيسي للمصادقة على النظام الداخلي للتيار، وتهنئة للشعب العراقي بهذا الإنجاز الكبير. نتقدم بالتهنئة والتبريكات للدكتور السيد الجعفري على إقرار النظام الداخلي والبرنامج السياسي هذا اليوم لتيار الإصلاح الوطني، فهنيئا لهم تيارهم وهنيئا لهم هذا اليوم المبارك الذي تم من خلاله التصويت على النظام الداخلي والبرنامج السياسي. نتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم بالمشروع إن شاء الله وخدمة العراق والشعب العراقي المظلوم. وصل تيار الإصلاح الوطني في محافظة كربلاء المقدسة لقاءاته بالمواطنين لحثهم على المشاركة الواسعة بالانتخابات النيابية وإجراء التغيير لاختيار الأصلح والأكفئ للمرحلة المقبلة. تتواصل جهود مكتب تيار الإصلاح الوطني في كربلاء المقدسة بتوعية وتثقيف المواطنين لاختيار الأصلح والأكفأ لشغل مقاعد مجلس النواب القادم. وجهنا المواطنين كافة والجيوخ والعشائر في هذه المناطق خاصة في محافظة كربلاء في أنه يا أخوان اختيار الأنصح والأكفأ والأصلح لإيصال الخدمة لرفع المعاناة والظلم والحيف عن شيوخنا وعشائرنا وأولادنا وعوائلنا ونساؤنا في سبيل النهضة بهذه المنطقة واستغلال المال العام لمصلحة هؤلاء المواطنين إن شاء الله. أنا بالنسبة إلي أحكي لك على نفسي، ويدري هو أستاذ زمان يعني وأعرف ناس ويدري بيها وكل زين، يشهد الله عليه ورسوله أولا ابن خير وخايف الله زين، ويعني أحث العالم والناس اللي عنده مخافة الله ينتخب هيك رجل لأن عنده مخافة الله. منطقتنا تعبانة، خدمات ما بيها، وإحنا نريد الإنسان الكفوء اللي يشتغل لصالح كربلاء. كربلاء هي موطن الناس اللي تدعمها من الخارج والداخل.
أبناء كربلاء وخلال لقائهم بأعضاء مكتب تيار الإصلاح الوطني ومرشحه ضمن ائتلاف النصر عن هذه المدينة المقدسة لانتخابات مجلس النواب، حددوا خياراتهم باتجاه انتخاب من يعيش معاناتهم ويتمثل طموحاتهم من أجل جعلها على أرض الواقع. أستاذ زمان رجل سمعان به وإنما كلقاء ما ملتقي به الرجل، لكن اليوم حاضر في منطقتنا ونشكر على حضوره ونأكد على أخواننا أن يجعلوا من هذا الشخص منبع حر لكي يثبت للناس جدارته وشجاعته في الظروف الراهنة وخصوصا الانتخابات المقبلة. أريد القير وأريد اللي يخدم الشعب، وأريد بعد ما عندنا مطالب صعبة كلها سهلة مرات، فد مي فد كهرباء ما عندنا فد شيء صعب. نقاش بناء دار بين أعضاء مكتب تيار الإصلاح الوطني وشرائح مختلفة من أبناء محافظة كربلاء باتجاه المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية القادمة. هذه عينة من أبناء محافظة كربلاء أكدت خلال تجمع حضره مكتب تيار الإصلاح الوطني أنها تنشر التغيير في الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال اختيار الوجوه الجديدة والكفوءة. من كربلاء المقدسة عبد الأمير الكناني، بلادي. في خطوة لحث الناخبين على المشاركة الواسعة في الانتخابات، عقد تيار الإصلاح الوطني في محافظة وسط اجتماعا موسعا بكافة أعضائه ولجانه. المشاركون شددوا على ضرورة إجراء التغيير واختيار الشخصيات الكفوءة للمرحلة المقبلة. لحث الناخب على المشاركة الفاعلة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، عقد تيار الإصلاح الوطني في وسط لقاء موسعا بكافة أعضائه ولجانه لمساهمة المواطن الفعلية فيها من أجل التغيير واختيار الشخصيات التي تخدم البلاد. لقاءنا هذا اليوم مع كوادر مكتب تيار الإصلاح الوطني في واسط لحث الشارع الواسطي، حث الناخبين، حث أبناء الشعب، أبناء المحافظة على الاختيار الأصلح، اختيار الأنسب لمثل المحافظة في مجلس النواب العراقي القادم، ومثل ما أكدت المرجعية باختيار الإنسان النزيه، الإنسان الشجاع، الإنسان الكفو اللي يحاول أنه ينقل واقع المواطن الواسطي بصورة خاصة والمواطن العراقي بصورة عامة، وتشريع القوانين اللي تخدم العملية السياسية والمجتمع العراقي بصورة عامة. كما وبحث اللقاء جملة من القضايا التي تخدم المحافظة وأبرزها الخدمات التي باتت تؤرق المواطن لسوء اختيار الشركات وعدم وجود المتابعة الحقيقية لتلك المشاريع التي صرفت عليها المليارات. حث الناخب على الخروج للانتخابات لغرض تغيير الوجوه القديمة واستبدالها بوجوه جديدة تخدم البلد وتخدم المصلحة العامة. أيضا تم تناول موضوع الخدمات في المحافظة وقلتها، والأمل أن تكون هناك في المستقبل حساب لهذه القضية لما يعانيه المواطن من نقص في الخدمات بصورة عامة. أيضا تم مناقشة موضوع حث الجمهور على الخروج إلى الانتخابات، لأن هناك جهات كثيرة تحث على عدم الخروج للانتخابات لأغراض خاصة تخصها حزبيا أو يعني لأغراض أخرى، وحثيناهم والحمد لله تم التفاهم على هذا الموضوع. احنا شفنا يعني المرشحين القدامى ما التزموا بالبرنامج عندنا، واحنا بالنسبة لنا عشائر العراق نريد خدمة للعراق، والله ما رايدين فرد شيء من عندهم، احنا نريد خدمة إلى بلدنا أو بلدهم يعني هو هذا، وإن شاء الله نريدهم يخدمونا المرشحين الجدد، وإن شاء الله احنا ندعمهم. اجتماعات دورية يعقدها مكتب تيار الإصلاح الوطني لمناقشة مجمل القضايا التي تهم المواطن الواسطي للخروج بحلول يمكن أن تنهض بواقع المحافظة. لقاء موسع تناول العديد من القضايا التي تهم المواطن الواسطي، أبرزها حث الناخب على المشاركة في العملية الانتخابية من أجل زج دماء جديدة للعملية السياسية، فضلا عن مناقشة الواقع الخدمي المتردي للمحافظة. بهاء زهير، قناة بلادي، محافظة وسط. تأكيدا على أهمية الرأي العام في عملية الإصلاح، نظم مركز وطن للإصلاح بالتعاون مع تيار الإصلاح الوطني في ديالى حفل توقيع كتاب يتضمن قاعدة بيانات عن المحافظة بهدف دعم صانع القرار السياسي بالمعلومات الواقعية والحقيقية.
بالتعاون مع مكتب تيار الإصلاح الوطني في ديالى مركز الوطن لاستطلاع الرأي العام يوقع على كتاب العراق في الرأي العام بحضور شخصيات سياسية وثقافية بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني ونخب تربوية. أقام مركز الوطن لاستطلاع الرأي العام حفل توقيع كتاب وبالتعاون مع مكتب تيار الإصلاح الوطني في ديالى حفل توقيع كتاب العراق في الرأي عن محافظة ديالى. يحوي هذا الكتاب في طياته الكثير من الاستبيانات الدقيقة حيث حول اللغة الاقتصادية والسياسية إلى لغة أرقام. هذا الكتاب يتضمن استطلاعات ميدانية واستطلاعات إلكترونية. حاولنا في هذا الكتاب رفض مؤسسات الدولة على المستوى التنفيذي والتشريعي بالمعلومات الحقيقية لكي نستطيع أن ننتقل إلى واقع صحيح وننتقل إلى نقاط حقيقية ونبتعد عن الردم العشوائية. من حيث المصداقية اعتمدنا على أبرز الأنظمة كنظام الـ SPSS ونظام الـ SPSS Compiler الذي يعتمد من الأنظمة الحديثة القوية النظام إحصائي دقيق يرفد المركز بالمعلومات الحقيقية. أكاديميون ومختصون في استطلاع الرأي العام شددوا على ضرورة الاطلاع على هذا الكتاب الذي بني على أساسات علمية، كما أكدوا أن الرأي العام هو ركيزة الأساسية في عملية الإصلاح ودعم صانع القرار. حقيقة كتاب حيوي، كتاب مهم. إذا أراد الباحث أو القارئ أو السياسي أو المتمعن أو المختص بديالة أنه راح يلاحظ يشوف فد معلومات كلش كبيرة، معلومات كلش قيمة بهذا الكتاب، يعني نستفاد معتها في الموقع الجغرافي، في الثروات الموجودة، في العمل السياسي سواء كان في المجلس المحافظة أو في المحافظ أو الأداء الحكومي، درجة النشاط أو درجة العمل أو درجة الامتيازات اللي موجودة. فلذلك لاحظ على الباحث أن يهتم بهذا الكتاب لأنه حقا كتاب قيم. الطبيب الجيد يرسل المريض إلى السونار لكشف هذه الأمور، كذلك استطلاعات الرأي تعطي أرقام حقيقية لصاحب القرار لكي يتخذ عليه القرار. خطوة فعالة اليوم من مركز وطن في محافظة ديالى، دراسة متكاملة تحمل لها عدد جوانب بنيت على أساس علمي ونخبوي، كذلك لم تغفل دور المواطن، تمثل قاعة بيانات رائعة جدا مفروض الحكومة المحلية في ديالى وممثلي ديالى في الحكومة الاتحادية الاستفادة من هذه المعلومات لغرض وضع رؤية جديدة لمحافظة ديالى. خطوة مهمة في دعم صناع القرار لإصلاح ومعالجة الخطوات الخاطئة من خلال استطلاعات علمية وميدانية وجدت في هذا الكتاب. من محافظة ديالى محمود التميمي، قناة بلادي. مستمر فيها. الكيان الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحركة حماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة. روسيا تهدد بالرد على إجراءات بريطانيا ضدها بشأن قضية الجاسوس وتصف تصريحات ماي بالجنونية. أعلنت مصادر صحفية عن دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق من معبر الوافدين. المصادر ذكرت أن القافلة تضم 25 شاحنة تحمل 137 طنا من المواد الغذائية. يأتي ذلك في وقت أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أنه تم التوصل إلى اتفاق لإدخال مساعدات للمدنيين فيما توقع خروج ما لا يقل عن 100 شخص من المدينة. دخلت قوات الجيش السوري إلى بلدة حمورية، أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة فصيل ما يعرف بفيلق الرحمن جنوبي الغوطة الشرقية. مصادر عسكرية سورية ذكرت أن قوات الجيش اقتحمت البلدة وسيطرت على أجزاء واسعة منها بعد قتل عدد من مسؤولي الفيلق، فيما أوضحت مقتل عدد من الإرهابيين بقصف جوي استهدف غرفة أركان الفيلق في بلدة عين ترمى في الغوطة. العثور على أسلحة كيميائية في أحد أوكار الإرهابيين دليل واضح على زيف الاتهامات الموجهة للحكومة السورية باستخدام تلك الأسلحة المحرمة دوليا.
الأسلحة التي تم العثور عليها في منطقة الشيفونية بالغوطة الشرقية بعد تحريرها. مراسلنا سامر زرقة كان هناك وعد لنا هذا التقرير. هنا في مزارع الشيفونية في الغوطة الشرقية المحررة مؤخرا، لا يوحي منظر هذا البناء بأي شيء مريب، لكن ما أن تدخل إليه حتى تتكشف الحقيقة. فهنا أحد مصانع المواد الكيماوية والمتفجرة التي كان المسلحون يستخدموها ضد المدنيين وضد الجيش السوري. مصنع متكامل مكون من طبقات، بعضها فوق الأرض والآخر تحتها، ومزودة بأنفاق للحماية. نحن الآن في أحد الأنفاق المؤدية إلى مصنع المواد الكيماوية الذي كان يستخدم من قبل المسلحين هنا في بلدة الشيفونية. طبعا هذا المعمل المواد الكيماوية مموه بشكل جيد جدا، بحيث لا يشك بأمره. هو عبارة عن 3 طوابق لازالت على الهيكل في أحد المزارع، طبعا طابق لخلط المواد الكيماوية، والطوابق الأخرى هي عبارة عن مختبرات لتحضير هذه المواد. وكما تشاهد هنا، هذه هي المراجل التي تستخدم في صنع المواد التي تحمل على أسلحة ويستهدف بها المدنيين في الغوطة الشرقية أو في دمشق. دلالة وجود هذا المصنع هذا يدل على أن المسلحين هم من يقومون بتصنيع المواد الكيماوية والمواد السامة داخل أراضيهم، حيث يشكل خطر حتى على أطفالهم وأولادهم، ثم يقومون برميها باتجاهنا ويقومون برمي التهم على الجيش العربي السوري أنه هو من يقوم بضرب الكيماوي، وهم من يقومون بتصنيع هذه المواد السامة والكيماوية وضربها على الجيش، ويتم اتهام الجيش العربي السوري بمثل هذه الأعمال ومن أجل تشتيت الرأي العام العالمي. تجولنا في داخل المصنع بعد أن فكك الجيش كل العبوات الناسفة وأمن الموقع. بعض القذائف لا زالت مكانها، لكن لم يتسنى للمسلحين تعبئتها بالحشوات السامة، كان الجيش أسرع إليهم. أقنعة وألبسة واقية تنتشر في المكان، وملصقات تحمل اسم هيئة الإمداد الحربي في جيش الإسلام، وأخرى تدل على مصدر المواد الخام وأغلبها من السعودية. هذا معمل متكامل، في الأعلى يوجد قسم الإدخال وهنا قسم الإخراج، تخرج المواد من هذه المراجل، فإذا هي مغلقة فإذا أنتم آمنون، إضافة إلى أن المواد الأولية اللي فوق كلها مغلقة ومحكمة الإغلاق، فإذا نحن آمنون وبالتالي نتجول، إضافة إلى أنه تم تطهير المكان من العبوات اللي كانت موجودة فنحن آمنون. لكن نحن مصدومون كما أنتم بهذا المعمل المتكامل لصنع المواد المتفجرة وصنع المواد الكيميائية السامة. كل المواد الأولية موجودة متوفرة فوق في 3-4 مستودعات. يتقدم الجيش السوري في الغوطة الشرقية محطما تحصينات ومحكما الحصار أكثر فأكثر على المسلحين الذين فقدوا كل أوراقهم باستثناء ورقة الادعاءات باستخدام الأسلحة الكيماوية ضدهم، والتي يتكشف زيفها مع ظهور الأدلة المتلاحقة التي تدينهم وتثبت أنهم هم من يصنعوا ويستخدموا السلاح الكيماوي بدعم وتغطية إقليمية وغربية. سامر زرقة، بلاد الفضائية، من بلدة الشيفونية، الغوطة الشرقية. قصفت قوات الكيان الإسرائيلي عدة مواقع تابعة لحركة حماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وقالت مراسلة بلادي إن مدفعية الجيش الإسرائيلي أطلقت 4 قذائف على الأقل صوب موقع للمقاومة شرق الشجاعية بمدينة غزة، فيما استهدفت موقعا آخر قرب بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة. وتزامن القصف الإسرائيلي مع إطلاق نار كثيف من الأبراج العسكرية صوب الموقع وأراضي المواطنين الفلسطينيين دون وقوع إصابات. تتجلى مواقف التحدي بمختلف الصور ضد الاحتلال واعتداءاته السافرة. فتاة فلسطينية تتطوع مع أخوتها وزملائها للدفاع الوطني دعما لإنقاذ أرواح الشبان المواجهين للاحتلال. احنا شعب ما بنمل ما بنزهق، رح نضل مستمرين بالتطوع، بالإنسانية، بمقاومتكم. كل معاني الإباء والإقدام سطرتها نسرين عميرة تلك الفتاة المتطوعة كمسعف في الدفاع المدني، وهي تذود عن شبان أصيبوا برصاص الاحتلال وتتحداهم بكل عزيمة وإصرار كي تواصل عملها الإنساني الذي نظرت نفسها له. أنا الإشي الوحيد اللي صرت أفكر فيه، لو خليتهم بين إيديهم ممكن إنه يعدموه، ممكن انه يضل ينزف لحد الموت، ممكن انه ما بتعرف مصير مجهول بالنهايه. لا، فضلينا نحاول قد ما بنقدر
شلنا كل الخوف على جنب، كل حواجز الخوف، كل إشي عقبات. هذه الفتاة التي تعرضت للقمع من قبل قوات الاحتلال كما زملاؤها المتطوعين تؤكد هي وهم أن المشهد وقساوته جعلتهم يستبسلون من أجل إنقاذ الدم النازف من شبان كانوا يحتجون وبشكل سلمي على اعتقال زميلهم في جامعة بيرزيت ورئيس مجلس طلبتها عمر الكسواني الذي اعتقل من حرم الجامعة. نسرين عميرة ما قصرت وراحت دافعت عن الشباب كل ما بتقدر، حتى بما أن جنود الاحتلال ردعونا في أقوى الوسائل والضرب والشتم، بس احنا قومنا واخذنا الشابين من بين ايديهم. نسرين الله يعطيها العافيه كل الشكر لها، يعني الحمد لله رب العالمين عندنا طاقم قوي، ما يعني تقدر تقول حاله الخوف عندنا معدومه نهائيا، ما بنخاف من حدا والحمد لله رب العالمين، متدربين على كل شيء في هذا الطاقم وعلى استعداد شو ما صار قدامنا احنا نجازف فيه. سياسة القمع والاستهداف من قبل الاحتلال وجنوده للطواقم سواء كانت طبية أو غيرها من الطواقم لن تمنعنا من الاستمرار، بل سنستمر في رسالتنا الإنسانية التي تهدف لإنقاذ أي مصاب أو تقديم الإسعافات لأي شخص يحتاج إلى ذلك، كما تؤكد نسرين والتي عبرت عن عدم اكتراثها لكل أشكال التحريض التي بدأت في وسائل الإعلام في دولة الاحتلال والمستوطنين ضدها. برد عليهم حرضوا قد ما بدكم، اعملوا اللي بدكم اياه، احنا شعب ما بنمل ما بنزهق، رح نضل مستمرين بالتطوع بالانسانيه بمقاومتكم لحتى ترجع فلسطين تتحرر الاقصى وترجع لنا الاقصى. اذا هو الاعدام الذي سطره هؤلاء المتطوعون، نسرين وايمن ورامي وزملائهم جميعا هم متطوعون في الدفاع المدني الفلسطيني، أعدموا الخوف بداخلهم ليردوا على الاحتلال الذي حاول إعدام زملائهم والشباب الذين كانوا ينزفون لينقذوهم من براثن هذا الاحتلال. محمد الصنوري، قناة بلاد الفضائية، من منطقة شمالي البيري، فلسطين. أسقط جيش اليمني واللجان الشعبية طائرة تجسس تابعة للتحالف السعودي في عسيرة. مصدر عسكري ذكر أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان أسقطت الطائرة السعودية قبالة منفذ علب بعسير، إلى ذلك قتل عدد من عناصر التحالف السعودي في عملية نوعية استهدفت تجمعا لهم في جيزان. جددت الدنمارك دعوتها للنظام البحريني إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا. وفي مداخلة ضمن أعمال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، طلبت الدنمارك بإطلاق سراح المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة. وكانت السلطات البحرينية اعتقلت الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة في العام 2011 على خلفية الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، وأصدرت حكما عليه بالسجن مدى الحياة. مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات اللبنانية، دخل البلاد مرحلة جديدة أكثر حساسية مع ضبابية في المشهد الانتخابي، حيث ما زال التخبط والإرباك قائمين لدى بعض الأحزاب، لا سيما تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري الذي أقصى عددا من مرشحيه السابقين وضم وجوها جديدة تحت ضغوط خارجية. دخل لبنان مرحلة حساسة جديدة مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهلة تسجيل اللوائح، ويبقى التخبط والإرباك لدى بعض القوى السياسية التي لم تحسم أمرها بعد سيد الموقف وعنوان المرحلة. لدينا قانون انتخاب جديد فبرك بشكل كثير الطائفية وحتى كثير المذهبية، ما يجعل من الصعوبة على أي فئة أن تتحالف مع فئة أخرى، رغم أن هذا قانون نسبي. تيار المستقبل مع حلفائهم الطبيعيين تيار القوات اللبنانية المتحالفين مع السعودية وإسرائيل، يعني لذلك يعني من الطبيعي يعني أن لا يكون هذا التحالف نزيها، لأن الكل سيحاول سحب أصواته التفضيلية نحو مرشحيه، فكأن اللا تحالف هو أفضل. لذلك يعني هناك نوع من التعقيد في المسألة الانتخابية، تعقيد يعني معقد بشكل كبير. إلهم كذا سنة نوابنا بيتكرروا هن زيتهم، إذا نعمل إقصاء لبعض النواب يلي كانوا إلهم زمان بيمارسوا مهماتهم، ما بيضر إذا فات جيل جديد على البرلمان، ما بيضر. تغيير جديد فرضه زعيم تيار المستقبل سعد الحريري للمعادلة الانتخابية، أربك الحلفاء وأطاح برؤوس حامية زاولت العمل السياسي طوال عقدين من الزمن. الحريري
وجد أن في كتلته التي كانت التي لا تزال حتى هذه اللحظة من وصفهم بالخونة الذين لم يقفوا معه وقفة الحليف أو وقفة العضو الحزبي مع زعيمه أثناء احتجازه في السعودية. تمكنت السعودية من احتواء جزئي للحريري بفرض شروط جديدة عليه باختيار عدد من المرشحين الجدد على القوائم تيار المستقبل، مع تعديلات طفيفة في الانتماء السياسي للأشخاص الذين هم من خارج تيار المستقبل، باعتبار أنهم يفكرون في المرحلة اللاحقة في كيفية توصيل رئيس جمهورية. هناك تطعيم للمجلس المقبل، حتى الآن هناك حوالي 75 مقعدا محسوما في التوزيع السياسي، والصراع يدور على بقية المقاعد. بين تزاحم الاعتبارات وضيق الخيارات، يبقى تحالف حركة أمل وحزب الله سباقا بشفافيته، واضحا في خياراته وأسمائه وبرامجه، واثقا بجمهوره بالرغم من كل التحديات. بعد إعلان تيار المستقبل عن مرشحيه وإقصاء العديد من المستقبليين القدامى، وفي ظل التوصيات والإملاءات السعودية الأمريكية لحلفائهما، يستمر المشهد الانتخابي بتعقيداته مع القانون الجديد، ويبقى الصراع على النفوذ لدى بعض القوى السياسية سيد الموقف. من بيروت حسين عياد، قناة بلادي. هددت روسيا بالرد على إجراءات بريطانيا بشأن قضية الجاسوس سيرغي سكريبال. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وصفت بتصريح صحفي تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البرلمان أمس بالاتهامات الجنونية ضد روسيا وشعبها. نحن نعتبر الإعلان الذي أدلت به رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البرلمان أمس حول ضلوع روسيا بتسميم الجاسوس سيرغي سكريبال وابنته بأنه استفزاز غير مسبوق يقوض أسس الحوار الطبيعي بيننا، ومن البديهي أن السلطات البريطانية بتبنيها أساليب أحادية الجانب وغير شفافة في التحري بالحادث، حاولت مجددا شن حملة شاملة معادية لروسيا، وحتما سيكون لنا ردا في الوقت القريب على إجراءات لندن. وكانت لندن حملت موسكو مسؤولية اغتيال العميل الروسي في بريطانيا. نائب المندوب البريطاني جوناثان ألين قال خلال جلسة مجلس الأمن الدولي إن تسمم الجاسوس السابق سلوك متهور ضد بريطانيا. إن تسميم الجاسوس السابق سلوك متهور ضد بريطانيا، وأن روسيا متورطة ومسؤولة عن هذا السلوك، وأننا خلصنا إلى أن روسيا هي المسؤولة عن هذا العمل الطائش، وأن هذا العمل يمثل انتهاكا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، كما أن تطوير هذا النوع من الغاز غير ممكن إلا في معامل خاصة، وأن روسيا أما مسؤولة بشكل مباشر أو فشلت في السيطرة على مخزون من غاز للأعصاب، ولم نحصل على رد روسي حول وصول المادة السامة لبريطانيا. المندوبة الأمريكية في المجلس نيكي هايلي قالت إن واشنطن تعتقد أن موسكو مسؤولة عن تسمم الجاسوس الروسي السابق في لندن باستخدام غاز للأعصاب. إننا نعتقد أن روسيا مسؤولة عن تسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا باستخدام غاز للأعصاب، ونشترك مع بريطانيا في تحميل روسيا مسؤولية استخدام الغاز السام، وأن روسيا أجهضت آلية التحقيق بشأن جرائم الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا، ونحتاج من روسيا أن تبلغنا عن الأسباب التي جعلتها ترتكب ما أقدمت عليه. ختاما تذكير بالعناوين. رفض عربي وتركماني لمشاركة البيشمركة في تأمين محافظة كركوك، والقوات المشتركة تواصل عملياتها العسكرية في أطراف قضاء الحويجة. القانونية النيابية تؤكد حقها في تمرير الموازنة دون موافقة رئاسة الجمهورية في حال لم تجد أي خرق للدستور. تيار الإصلاح الوطني يصوت على نظامه الداخلي وبرنامجه السياسي، ويدعو إلى مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة.
ودخول قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية والجيش السوري يعثر على أسلحة كيميائية في أحد أوكار الإرهابيين.